طبعا ده المؤتمر الاول اللي بيعقد ما بين مصر ونيجيريا. احنا معروف ان مصر ونيجيريا دولتين مهمين جدا في الاقتصاد الافريقي، واعتقد ان المتابع الجيد هيعرف ان نيجيريا بتمثل مع مصر 30% من الناتج المحلي من عدد سكان القارة، 34 و33% من الناتج المحلي الإجمالي. أعتقد سوقين كبار جدا لو اتحدوا وفي فرص كتير جدا. هم متفوقين جدا في قطاع البترول، قطاع زراعة الذرة البيضاء، قطاع الفول الصويا أو الصويا بين. إحنا عندنا كل عناصر الاستثمار في الدولتين، يمكن عايزين نقدم نموذج أفريقي ما بين دولتين ثنائي نقدر بعد كده ننقله لبعض الدول الأفريقية بشكل جيد. الحقيقة والمؤتمر ده ثمرت جهد وشغل من الجانبين، كان بدأ من 12 شهر، وقبل المؤتمر بحوالي شهر كان عندنا برضو الطقم أو الجهاز المشكل من مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور يسر الشرقاوي كان موجود في نيجيريا لتحضير للمؤتمر، وده بيعكس الاهتمام على المستويين، مستوى المجتمع المدني ومستوى الحكومي. وكان امبارح في تمثيل من معالي رئيس الوزراء في اليوم الوطني النيجيريا، كل هذا الزخم بيعكس استشعار الحكومة من الجانبين والمجتمع المدني بأن في فرصة حقيقية وقوية جدا في التبادل أو التقارب ما بين المجتمع الأعمال في مصر ونيجيريا. وفي رقم بسيط قوي خلينا متحفزين ومتحمسين جدا أن احنا دايما نعمل لقاءات، نوجد فرص من النتورك أو الاتصال ما بين رجال الأعمال بالشركات من الأنشطة المختلفة. دي فرصة كويسة جدا لرجال الأعمال ان هو يقابلوا بعض. بكرة ان شاء الله في بيزنس تو بيزنس ميتينجز، يعني الناس هتقابل بعضها تتكلم مع بعضها ان شاء الله. في اوريدي حجم شركات موجودة مصرية في نيجيريا، والعكس صحيح برضو في شركات هنا في نيجيريا في مصر. المؤتمرات والحاجات اللي زي كده بتكون كويسة جدا، فرصة كويسة جدا جدا لرجال الأعمال انهم يقعدوا مع بعض ويبقى في فرص شغل ان شاء الله. Well, I think this is the first time that a very important forum like this is coming to bring businessmen from Nigeria and Egypt together. So we've been told from the conference that the business relationship trade between the two countries is only about $200 million, and these are the two biggest economies in Africa. Naturally we should be trading with ourselves. So but there is a need to increase this business relationship, this economic relationship between Nigeria and Egypt as far as trade is concerned. But beyond that, I think there are also opportunities in more areas of economic development, infrastructure development and so on. For instance, at least Arab Contractors is one company, is an Egyptian company that is working in Nigeria. So we need to expand this relationship. We have so much in common historically, but there is an opportunity now that Africa is looking inwards for the two bigger economies to come closer, so that we can provide the leadership for Africa in terms of economic development and trade. مصر عندها صادرات كبيرة جدا، يعني هم مهتمين بالإسكان وعندهم وزير الإسكان موجود بالنموذج المصري في التنمية العمرانية. أنا أقدر نعمل هذا الكلام. عندنا نموذج في صناعة الملابس الجاهزة، عندنا نموذج في صناعة منتجات رياضية، عندنا ملابس رياضية بشكل كبير، عندنا صناعة المنشآت الرياضية، عندنا الإسكان، عندنا منتجات وصناعة بشكل كبير جدا نقدر نقدمها لنيجيريا بشكل كبير. وكمان احنا محتاجين منهم حاصلات زراعية وطاقة وبترول. هم بلد متقدمة وبلد اقتصادها قوي جدا بشكل كبير.